ملعونة المسافات اللي بتتغرب فيها الروح عن بيتها وسكنها. حقيقي احنا قدام مشكلة كبيرة، لا هتحلها فلوس ولا مادة. ومن امتى مشاعرنا بنقيسها بكام؟ ومن امتى ممكن يطلع بيت ناجح دافي ومستقر ناقصه أب يكون سند وعون يربي ويحضن ويعاقب يدي الأمان والراحة والسكينة يعيش أهله مستورين بيه وهو مستور بيهم؟ لكن غشاوة الدنيا أوقات بتغمي العين عن حاجات مش هنحس بقساوتها إلا متأخر، لما نتلسع من الوحدة بعد التوهة والفراق الطويل، لما نرجع ونلاقي نفسنا إن الدنيا خدتنا والناس اللي حولنا راحوا، لأن في وقت من الأوقات ما كناش موجودين، كنا مشغولين في وادي تاني خالص عمره ما هيعوض ولا هيكفي مهما زاد. وطول الوقت بنكون قدام زوجة صبرة ومستحملة بشكل يهد جبال، وأولاد ما يعرفوش معنى الأبوة وطعمها، ما دقوش معنى الأب ولا يعرفوا دخلته عليهم وتكت مفتاحه، ما دقوش حضنه ولا زعله منهم في العقاب. وبتمر السنين ويواجهوا الدنيا لوحدهم، هم في وادي والأب في وادي، هم بيقابلوا مغريات مشاكل وهموم، حياة بكل تفاصيلها محتاجين فيها وجودك معاهم، وهو في وادي تاني خالص الشغل والفلوس وجمع المال ومفصل عن الدنيا كلها. ومش يوم ولا اتنين، لا دي سنين بتجر سنين، والعمر يجري وهو مش حاسس. وعلى البر التاني ناس كانت في أشد الحاجة ليه، لكنه ما سمعش ولا بص، ما حسش بالألم اللي هم بيمروا بيه كل يوم ورأسهم على المخدة بيفكروا في غيابه. يا ابن الحلال ارجع طل من تاني على أهل بيتك، الغربة بتولد جفا، أهلك لسه متشعوطين فيك، لسه اسمك جوه قلوبهم ومقفول عليه بالشمع الأحمر، ومحدش قال ما تشتغلش. مشكور إنك مستحمل الغربة وعارف إنك بتتألم برضه، بس أنت حسبها غلط صدقني، أنت فاكر إنك كده بتعمل الصح، لكن أنت كده هتخسر كتير حاجة قصاد حاجة، لأن الميزان فيه خلل. يبقى لازم تختار، لو فضلت كده تخسر عيلتك قدام الفلوس ولا الفلوس قدام عيلتك؟ طب وليه تخسر أساسا؟ ما نوازن الأمور، نأمن المستقبل المادي والمعنوي، وندي مشاعر أكتر من الفلوس، واستقرار أهم من الكنوز، وتربية وحب للولاد هيعيشوا من غيرك تايهين في الدنيا صدقني. ولازم تدي حنية ومشاعر لمراتك اللي مستنياك وبتحبك وصبر على أذى البعد، وبرضه لسه مكملة، بس خلاص فاض بيها، بيتك محتاج لك. وقف نزيف المشاعر ده فورا، حتى لو هتخسر إيه، اللي يجي في الورق متعوض، إنما اللي يجي في المشاعر، في الزوجة والأولاد، في الأهل والعزوة، مش بيتعوض أبدا مهما عملت ومهما لفيت ومهما حسيت إن الدنيا واسعة بيك وحواليك. في ثانية هتحس إنها أضيق من خرم الإبرة عليك. شكرا ليكم وإلى اللقاء.